لم يرد. تفضل حسين للتعليق. محمد التعليق تاعي يعني جد واضح من قعدوش ندوره، يعني المنتخب الوطني أكبر من أي لاعب محمد. نعم. كان رياض محرز أو أي لاعب بيكون يعني نقوله في مستوى عالي، المنتخب أكبر منه، لأن لما تجي للمنتخب هذا شرف ليك وهذا شرف الانتماء تاعك لذلك البلد، هذه حاجة من المفروغ منها وراح تساعدك، لأن هناك عدة لاعبين. تعتقد بأن محرز لا يريد المجيء مرة أخرى للمنتخب؟ محمد شوف لما نشوفوا هالتأويلات أنا نشوف بلي رياض محرز ما وش حاب يجي، هذا هو التأويل وهذا هو الفهم تاعي. نعم. وش أنا نشوف في الوضع، لكن ما دام القائمة كما قلت لمحمد أنت محمد ليس رياض محرز ليتصل بالمدرب. هناك دعوة كما قلت أنت استدعاء تلحق بار فاكس ولا بار إيميل للنادي الأهلي، رياض محرز أنت مستدعي للمنتخب الوطني الجزائري في التاريخ الفلاني. التم رياض محرز لو يصرح يقول انا ما نروحش، لان دوك هذه هنا ما تقدرش تكون عمليه الكولاسه تدبر في الخفاء في المباريات الوديه ضد بوليفيا وجنوب افريقيا، نعرفوا بانها مباراتين وديتين، نقولوا معليش رياض محرز لاعب اسطوره في المنتخب الوطني، اللاعب اللي اعطى الكثير للمنتخب الوطني، شيء يقدروا يتجاوزوه الإداري المنتخب والطاقم الفني على رأسهم. نعم. بيتكوفيتش يقدروا يتجاوزوه لأنها مباراة ودية. نقول لكم علاش نجيب أنا رياض محرز، نعرفوا رياض محرز، نعرف سليماني، نعرف فلان فلان، نجيب إلا اللاعبين اللي ما نعرفهمش باش نشوفهم في المباراتين. لكن الآن مباراة رسمية محمد، مباراة أوغندا رسمية ومباراة غينيا رسمية ومهمة. مدام أنتما متفقان على أن رياض محرز لا يريد العودة إلى المنتخب، في رأيكما ما هي الأسباب التي تدفع برياض محرز إلى العزوف عن المجيء إلى المنتخب الوطني، مع العلم بأنه القائد، بأنه النجم الأبرز، الاسم الساطع، الأقدم في الفريق، لماذا يعني؟ لماذا؟ سؤال محير محمد. لماذا؟ لأن نظرا للفترة التي يمر بها في النادي تاعو نادي الأهلي لا يمر بفترة جد زاهية من ناحية الأداء، لكن دائما ما نتكلموا من مر ناحية أيضا بفترات صعبة في فرقه السابقة، وكان في كل مرة يأتي للمنتخب، لكن كان يستعمل محمد في فريق مانشستر سيتي حتى وين، وكان ولازم مر بفترة أصعب من هذه وكان يجي للمنتخب. لازم ما ينساش حاجة اللاعب هذا رياض محرز، ما ينساش أنه في الفترات الصعبة تاعو الجمهور الجزائري كان يؤازره. وقل الأسباب حسين في رأيك أنت، مدام مقتنع وقلت لي بأن مقتنع بأنه رياض محرز لا يريد الآن العودة، ليس مقتنع محمد، ليس مقتنع مادام أنا ما قلت لكش، قلت لك مادام الدعوة في 23 لاعب مازال ما لحقاتش، ومن بعد هو يبان لو يكون اسمه في الثلاثة. قلت لي بأنه محرز لا يريد المجيء إلى المنتخب. لا على حسب قلت لك قراءة تاعي محمد. مؤشرات لا. يعني المؤشرات قناعاتك بأنه رياض محرز لا يريد المجيء إلى المنتخب. لا محمد. الأسباب لماذا لا يريد المجيء؟ الأسباب محمد، الأسباب تولي ليه هو محمد، هو مع الوقت أحس بالتهميش مثلا، خاف من التقزيم. لا محمد. خاف من المحيط. مستحيل محمد، هو لما يجي راح يلعب مباراة كرة القدم ولما يكون في القائمة. لماذا لا يريد المجيء؟ ليس لديك أي إجابة؟ علامة استفهام. علامة استفهام. قاسي سعيد. التهميش ما نظنش محمد، ما نظنش باللي يعني محرز لو يلتحق بالمنتخب الوطني الجمهور تاعنا أو الصحافات راح تهمشوا، من المستحيل يعني واحد نجم كما محرز نظن باللي راح يفرحوا به. لا ليس من الجمهور او من الصحافه، ربما من المحيط في المنتخب. لا ما تقدرش واحد كما محرز ما تقدرش تهمشوا. ولكن لماذا اذا لا يريد المجيء؟ نظن انا على حسب رايي، بقى رايي محمد، تضامن مع الناخب الوطني السابق. لما شفت البرقيه اللي قام بها لما تكلم مع جمال بلماضي، من حقه يشكر المدرب، من حقه يعني يكبر بالمدرب هذا، ولكن ما تنجيش بعد تاخذ بارتي بريت تقول لا. اعتقد هذا قاسي سعيد، انا نظن رايي اذا ثبت هذا يعني محرز كان يلعب للناخب الوطني السابق ولم يكن يلعب للمنتخب. ما هو راي محمد؟ اعطينا رايك، انا اعطيت لك انا كمحللين اريد ان استفسر منكم. انا هذا ورايي، هذا ورايي محمد. انا بالنسبه لي هذا راي صعب انه رياض محرز ينحصر فيه، لأنه يعرف أن يعني المنتخب الوطني ليس ملك لأي أحد كان، سواء من الجماهير، سواء من اللاعبين، سواء من الإداريين. المنتخب الوطني ملك للجمهور الجزائري ولكل اللاعبين اللي عندهم يعني الجواز السفر جزائري. هذا شيء. لماذا لا تحسن الظن وتقول بأن اللاعب مصاب وإدارة الأهلي السعودي لم تكن
تضلل في الرأي العام لما أعلنت إصابته وهو فعلا مصاب ولا يستطيع المجيء؟ يقدر يكون مصاب محمد، يقدر يكون مصاب، لكن محمد في الفترة هذه بالذات محمد شفناه لعب المباراة اللي جرت ما عندهاش يعني أيام كثيرة وين لعب بصفة عادية، يقدر يكون مصاب محمد. لكن رياض محرز معروف في الأونة الأخيرة المنتخب الوطني يحتاجه، لأنها مباراة صعبة، مباراة تحتاج لاعبين اللي عندهم خبرة. محمد في بعض الأحيان لاعب لما يكون واقف في أرضية الميدان ولاعب ذوي خبرة هذه مفروغ منها، يعطيك إضافة، مفروغ منها، مفروغ منها، لاعب مهم محمد، لاعب مهم. أوكي مفروغ منها، لماذا لا يريد المجيء؟ هذا السؤال الذي لم تستطع أن تجيبني عليه محمد. لكن هل رياض محرز قال أنا ما نجيش؟ أنا نجاوبك، أراك تسألني مش نجاوبك، نسألك نجاوبك في المرة في الفترة الماضية رياض محرز قال لا أستطيع المجيء إلى هذا التربص، امنحوني وقتا للراحة ووقتا للتفكير. في الفترة الماضية والفترة الحالية، في الفترة الحالية حسب قاسي سعيد قال لك تواصلوا معه وأرادوا مجيئه لكنه لم يرد عليهم، هذه المعلومات المتواجدة حاليا محمد. ما لا هذه المعلومة الأخيرة لم يرد عليهم محمد، وأنا وش حنرد عليك لما هو الماني بالأمر؟ قراءتك يعني تحليلك، قراءتي محمد، قلت قراءتي أنا ما وش حي بيجي، أنا أعطيتها لك محمد. لنبحث عن الأسباب يعني لماذا؟ محمد صعب أنك تلقى الأسباب، لأن مشاهد البسيط الموجود الآن في المنزل يتساءل لماذا فجأة رياض محرز لا يريد المجيء إلى المنتخب الوطني إن كانت هذه الأخبار صحيحة بأنه لا يريد المجيء حقا، وإن كان لا يريد المجيء هل هو اعتزال دولي بأنه لن يأتي مستقبلا أم أنها استراحة محارب ربما سيعود في الموسم المقبل؟ إذا كانت استراحة محارب يجب أن تكون بالاتفاق مع الناخب الوطني، لأنه ربما الآن الناخب الوطني قد يأخذ موقفا من رياض محرز بعدما رفض الدعوة مرتين إن صح رفضه في هذه المرة. سؤال آخر يعود إلى الأذهان، لما طلب دولور استراحة محارب عند انتقاله إلى نادي نيس لماذا قامت الدنيا ولم تقعد وتم رفضه وتم تخوينه وتم إبعاده من المنتخب لمدة زمنية؟ وفي الماضي وحتى حاليا يقال استدعاء وليس الدعوة، أنا قلت منذ قليل بأنه وصلت دعوة واستدعاء، هي كان المصطلح الصحيح المستعمل واستدعاء. استدعاء، لماذا نستعمل مصطلح استدعاء وهو الفرق بين الاستدعاء والدعوة؟ نستعمل مصطلح استدعاء للاعبين لأننا نعتبر هذا واجبا وطنيا، يقال مثلا استدعي للخدمة الوطنية للواجب الكونفوكاسيون واجب، بينما الأخرى دعوة انفيتاسيون، لما نجالك دعوة نجالك دعوة مثلا لحضور هذا الحصة بإمكانك تأتي وبإمكانك لا تأتي، يعني تعتذر، نجالك دعوة لحضور حفل زفاف بإمكانك تأتي بإمكانك لا تأتي ربما تكون مشغول، لكن لما نستدعيك للخدمة الوطنية، نستدعيك للمنتخب الوطني من أجل الدفاع عن الألوان، نستدعيك لمهمة وطنية، هنا لا يكون لك حق الرفض، هنا يجب أن تلبي ذاك الاستدعاء. هذا هو الفرق بين المصطلحات، أردت أن أوضحه. ربما سنبقى نبحث عن أسباب غياب محرز. إحنا محمد أنا نتكلمه رانا نتكلمه اليوم في البلاطو، هذا ما كل واحد يمد رأيه، وربما يقدر يكون محرز في البارح ولا البارح كنت فاهم مع الناخب الوطني.